قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه بمنه وكرمه: يعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أن لب الصلاة وروحها إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من الصلاة. ليس المقصود من الصلاة مجرد القيام والركوع والسجود مع غفلة القلب وعدم حضوره، هذه صلاة شكلية لا تنفع صاحبه، إنما الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يقبل العبد على ربه فيها ويحضر قلبه فيها ويدعوه ويتدبر القرآن الذي يقرأ في الصلاة حتى ينتفع من هذه الصلاة. أما مجرد حضوره بجسمه ركوعه وسجوده وقيامه من غير حضور قلب، هذا أدى الصلاة في الظاهر ولكنه في الباطن لم يؤديها، ولا يؤمر بإعادة الصلاة لأنه صلى. ولكن هذه الصلاة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد توعد الله سبحانه وتعالى كما يأتي، توعد الله الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فويل للمصلين، سماهم مصلين، صلوا في الظاهر لكنهم عن صلاتهم ساهون، ساهون عن الخشوع فيها، ساهون عن أدائها في وقتها، ساهون عن حضور القلب فيها. توعدهم الله بالويل وهو العذاب، شدة العذاب، مع أنهم يصلون لكنهم لم يقيموا الصلاة، والمطلوب إقام الصلاة، أن تكون الصلاة مستوفية لأحكامها. وإذا كان هذا في الذين يصلون ولكنهم عن صلاتهم ساهون، فكيف بالذين لا يصلون أبدا والعياذ بالله؟ هؤلاء كفار في نار جهنم خالدون، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن صلى ولكنه لم يحضر قلبه ولم يتم الركوع ولم يتم السجود والقيام، فهذا صلى في الظاهر، أو لم يصلها في وقتها، هذا صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة. ولكن هذه الصلاة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، فليتنبه المسلم لذلك مع صلاته.
نعم.